يقول: ما الذي يفعله الزوج في أول ليلة مع زوجته قبل الدخول بها؟ أمر طيب. الأخ يقول: ما الذي ينبغي أن يفعله الزوج مع المرأة قبل الدخول بها؟ ينبغي أن يؤانسها وأن يشعرها. هذا أقول ينبغي، لأنني الآن ما أستذكر أدلة، وربما أستذكر فيما بعد، أن يؤانسها وأن يشعرها بأنها ليست بغريبة. وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي أن يؤانسها وأن يحسن إليها، وإن استطاع أن يقدم لها هدية ترتاح إليها نفسها، وهكذا هي نفسها يجب أن تحسن إليه وأن تؤانسه، وما ينبغي أن يكون كالسباع، والله المستعان.